فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم مع ضيفنا اليوم شيك ركيع. هي نحكي شيك بطولة 2015 للكلوب، نقول حكمت فيها انت، هزيتها من الاول، عدلت هزيتها الاتوال بعد الكلوب، رجعت مشات لسوسه مشات للكلوب. انا اللي لعبت عليه لعبت على ترجي جرجيس، حبينا نلعب كوره نظيفه، وجات معناتها جا البونتو اللي مشات الشامبيونات سوسه، من بعد رجعت للكلوب، وكان سيناريو به على الاقل، كان فما شويه سسبانس في الماتش. مفقود اليوم؟ لا اليوم مفقود، اليوم على بيكي الاسبيرونس هزتها وارتاحت الناس الكل. الكوليس نتاع الجمعه هذيك شيكا مع جرجيس برشا بريسيون عشتوه؟ لا فماش بريسيون، لا ترونكيل، مي بريسيون على الكلوب كانت موجوده وعلى الكواليس، واسكو جرجيس باش تلعب مش باش تلعب، مي كان لاعبيه وقتها انا ونافع جبالي ومصراتي وقعد كنا شيخين ولا نتبعوا في الاخبار بعيد لبعيد. اما صار شويه مشاكل من الهدف الاول مستقبل سليمان او في ماتش واد الكوب الدقيقه الثامنه ضد الكلوب، قلت لك اما تتبعوا شويه في الاخبار نتاع مثلا اسكندر القاصري استقال جمعه الماتش. اي استقال اسكندر في الجمعه وخرج حتى بتصريح بعد مثير شويه، معناها نتاع ايش باش نحكي لك سليم، راهو الجمعه جمعة بالنسبة لي كان لاعب يتعدى ترونكيل ترينو 100%، صارت معناها سوء تفاهم ممكن بين الرئيس والمدرب، هذه حاجة ما عندناش فيها دخل كجوارات، مي عملنا الماتش اللي لازم يتعمل اللي قبل ترجي جرجيس. صارت بريسيون من نعرفش منا ومنا نتاع حوافز مثلا من النجم الساحلي اللي باش يربحوا الماتش، والا صارت حتى من الكلوب نتاع باب السايب الماتش، صار واحد من النوع هذا ولا لا؟ لا الكلوب السايب الماتش لا، الاتوال ممكن معناتها تليفون بتاع معناتها على بوسوري وكل شيء ممكن، مي بالنسبه لي انا نحكي اللي لا كلمني حد من الكلوب ولا من الاتوال، ولعبت ماتش 100% اللي هو حلل فلوسي حلل العرق بتاعي، وعملت ماتش بكوريكت وماركيت ضد توا في زوسه وضد الكلوب في جرجيس. ما كانش فما حوافز ماليه من النجم؟ حوافز ماليه من النجم ما صاروش؟ لا لا انا كي نحكي صاروا معناها لازم انا شفت. لكن انا ما شفتش هاي وما كلمني حد، دونك ما شفتش ما فهمتش. استحضر. اما سمعت كلمات. اي كلمات. ما شفتش. اي حكايه نجم يطلع فيها كلمات في تونس. مش نحكي لك على الاتوال عطاونا فلوس. انت ما كلمك حد؟ لا ما كلمني حد وما تجرى حد يكلمني في المواضيع هذه. البونتو اكسبيرو منك انت ولا غلطه من فاروق؟ لا اكسبيرو مني انا لا. ما هو مشتركه حتى فاروق الغلطه بتاعه انه انتوسيبا معناها ماشي في باله سونتراج معناها باش يخرج على بكري، كانت فيها مزوز اكسبلوا من انا خديت ديسيزيون من بعيد وانجل فرمي، وفاروق كان جا في بلاصته ما سبقش الكره ممكن اخذها في يده سهل. نحكي شويه على المنتخب شاكر، ما كانتش عندكش علاقه كبيره برشا بالمنتخب، مشيت في فتره صغيره مع جورج ليكانس ظهر لي، اما ما كانتش ما عندكش برشا مقابلات وسجلت مع المنتخب. انا ما وصلت مشيت المنتخب اسلام كان ما عملت عام اكسبسيونيل، معناها تصور انت بيفو ماركي 9 بونت فيهم زوز بلنتيات كهورة 9 بونت زوز بلنتيات كفرة 9 بونت، ياسين خنيسي بيتر شامبيونا ماركي 11 وانا بيفو نلعب معناتها براتيكمون مغلب الوقت في وسط التيران، الحمد لله عملت عام بيه مشيت بيه المنتخب، جورج ليكانز معناها اول ما وصلت معناها اجتمع بيا وحكي معايا وراك جاي باش تلعب ماكش جاي باش تكمل النوبر تاع ليست وكاو، لعبت تيتيلار اول ماتش معاه ومشينا المغرب عملنا ماتش كونتر التصفيات وقتها تاع التصفيات الشان وقتها لعبت تيتيلار ضد ليبيا ضد المغرب وعملت ستاج ناجح بالارقام معناها، من بعد كي بديت ما نلعبش في الاسبيرونس سي نورمال ما عادش باش نمشي المنتخب. تبع شويه اليوم في الكوره في تونس ولا شوي شوي؟ لا ولا شوي شوي ما عادش عندي فيها كيف جمله. تحسك كارهها جمله؟ لا خويا كي تشوف معناها ناس كيفاش في السعوديه ولا يخدموا ناس راهو بروفيسيونيل على الاخر. تصور معناها فما تفاصيل في الكوره تعمل كيف معناها سيرتو لي ديسبلين تشوف في تونس توا معناتها ربي يكون في العون تاع اللاعبيه في تونس بسكن. انت من بنجلدان شاكر كما قلنا الناس كلها تعرف، شنو رايك في الكلام اليوم يتقال على اتحاد بنجلدان الميريت
بالاستحقاق اللي وصل له في النتائج الرياضيه وبين الحقيقه وهل استحق رياضيا ولا فما كلمات ديما عاود ديما بما انه رئيس الجامعه بن قفدين فما ديما محبيت النوع هذا. لا لا ميريتي بالنسبه لي شفت التروزيام بلاس تاع بن قفدين سنه ميريتي. ما الكواليس راني كيما حكيت لك مانيش ملم كلام برشا حاجه ما تعنينيش، مي انا كمتفرج من بعيد شوف في جمعيه تصور انت خويا فيها ملاعبيه كونفيرمي كان في الاسبيرونس في الكلوب في الاتوال دونك سي نورمال باش تكون غالي معناها مش بالضروره فما ناس ممكن مش قابله وممكن فما ظلم ما نعرفش. انا اللي شفته اني بن قفدين ميريتي في التروزيام بلاس ومبروك عليهم يستاهل. تبع شويه مقابلات نتاع المنتخب تبع شوي شوي فرج شنو رايك في الهيل اللي رافقت قدوم الثنائي الجديد حنا بعد المواجب وعمر دقيق نجموا يضيفوا الاضافه للمنتخب في خاصه مازالوا صغار في العمر والا نستناهم شوي؟ لا يا سلام انا ما تفرجتش فيهم انا ما يلعبوا ومازال ما تنجمش تحكم عليهم تو كما يلعبوا سير تيران وشوفوا الاضافه باش يعطوها. بالنسبه لي انا ديما اللاعب اللي يعطيه ويلعب تيتيلير كون كونفيرمي خير لي من واحد ما زلت ما نعرفوش شو مش يعطي. ان شاء الله يطلعوا معناتها قيمه ثابته ما نتصورش انا كان معناتها اصحاب القرار ما شافوش وما يعرفوش انه باش يقدموا الاضافه نتصور باز باش يكونوا اضافه لكيب ناسيونال. باهي خلينا معاك الفقرات اللي تعودنا بهم في الحصه نتاعنا البدايه مع الكويز. الكويز مجموعه من الاسئله شاكر تجاوبني ما تخمم برشا شكون تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي؟ سعد بقيه ديريكت دون ديسكيتابل صاحبك خاطر لا لا خاطر ثاني موسم على التوالي في الكيب تي في السعودية عطيني ملاعب يبارك تونسي في التاريخ عمل هكاك وتوا الشامبيونات السعودية من اقوى ما فما في العالم دونك سعد بقير حاجة بالنسبة لي انا مش احسن لاعب برك الدوري السعودي احسن لاعب بعث لك سؤال بعث لي سؤال سعد قال لك سعد بقير في كلمة الحب شو حكاية الحب هذي؟ شيء راوي سعد نتمناه لسعد أكثر من نتمناه لروحي حاجة علاقتي بسعد ما فماش كلام يوصفها أصحاب برشا أكثر من أنا حكيت كان فما كلام نجم من نوصف به سعد ما من قبل ما ترجي من قبل ولا من السعودية كيفاش؟ من وقتاش؟ من الاسبيرونس من الاسبيرونس راجل برشا سعد راجل برشا ما عندكش فكره على اللي عمل فيه مع اصحابه ممكن هو تو يتغشش مني على حاجات ما يحبش يخرجها هو راهو يعمل في خير شيء غريب راهو راهو فما دار بتاع الديار بتاع ايتام متكفل بها ما يعرفهم حتى يعرفهم انا وياك هو هو سعد متكفل بها راهو عائلات يصرف عليها وما يعرف حتى حد عامل قائمه فيهم عنده في تليفونه عائلات كل شهر يبعث لهم انا احكي لك عائلات راهو بتاع 15 20 عائله راهو ما شاء الله اصحابه في تطاوين ولا تحونت ويعرفوا الشيء هذا ويعرفوا ايش عملنا معها فهمتني الناس حللها افاق مستقبل تاعها سعد ما عندكش فكره على الرجله تاع سعد ولا ما ربي يجازيه خير وانا حكيت حاجات ممكن هو ما يحبش يخرجها لا خاطر بالحق ما او ما انا نسمع ما حتى هو معناتها معناتها ما يقولش معناها ما يحكيش خاطر خاطر برشا يحبوا تصرح من نوع هذا وبصراحه سعد يعمل فيه ربي وانسان يحس بال يحس بالزباله في البلاد وواقف مع اولاد بلاده وراجل برشا يا سلام وذكي برشا انا لا ذكي برشا ساعة نستحضر مره سلام فما حاجه ما ننسيهاش مره انا وياه في الدار في السعوديه تصور عنده زوج تليفونات تعيشوا مع بعضكم انتم ولا لا نعيشوا مع بعض ما هو في بلاصه انا في بلاصه مي اي ويكاند مع بعض باه عنده زوج تليفونات ويتفرج في ماتش في التلفزيون يلعب في ببجي في التليفون هو مهبول بالببجي والتليفون الاخر يحكي مع اخوه وانا من غادي نحكي مع هيثم جويني استحضر النهار هذاك نحكي مع هيثم على فينال شامبيونز ليغ مانشستر وبرشلونه بعيد عليا راهو ويلعب من هنا ويحكي مع اخوه يتفرج الماتش فاق بيا عطيته فورماسيون غلطه لهيثم على الباس شكون عطاه البيدرو في الفينال تاع مانشستر انت فكيت منه التليفونات ولا قلت له انت كيفاش فيك كيفاش مركز كيفاش مركز راهو ذكي ياسر ذكي ذكي ياسر ديما عنده هكا سرعه البديهه وركز هنا وغادي وبارك الله عليه ما شاء الله عليه ان شاء الله عليه ان شاء الله نشوفه في جمعيه اخرى خير من ابا يستاهل والله يستاهل بعد السيزون المحترمه اللي عداها اثناء هدف التعادل للنادي الافريقي ياسين الشماخي يا فرامون
باهي واحد واحد لكلوب سليمان، شنو حبيت تقول؟ ما فماش ملاعبي في في السعوديه في الشامبيونات تاع السعوديه في الممتاز ابار سعد وجوميز تاع الهلال الموسم الثاني على التوالي في ليكيب تيف. ما تصورش غادي زاد باش يمشيو بالعاد فلان يمشيو بالارقام راه نحكي فقط نحكي لك على ملاعبيه تاع مليارات الدولارات رغم اللي فما برشا نجوم كيما ملابس المغربي لاتاكون تاع النصر حمد الله اللي يعمل فيه سعد راه ما تصورش كم لاعب تونسي اخر قادر يعمل ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله. باهي احسن لاعب تعتبره في تاريخ تونس لا اسلام انا راني تاريخ تونس انا التاريخ اللي نحكي عليه اللي خلطت عليهم انت باهي خلطت عليهم انت فما ثلاثه ملاعبي لعبت معهم بالنسبه لي انا سعد بقير يوسف مساكني ياسين الشيخاوي هذا لعبت معهم بالنسبه لي انا من احسن ثلاثه في تاريخ تونس من احسن ما خلطت عليهم اي بالطبيعه باش تحكي على طارق دياب قبل ما تفرش فيه صحيح ملاعبي خدام برشا عندك اسامه الحدادي مهدي رصاص محمد علي يعقوب سميتهم اللي قبالك حتى تحكي عليهم اي لا هذوما الخدمه ما تحكيش بالعكس ملاعبي كركر برشا سعد ما يحبش يوطي بين مش خدام كجي خدام راهو اكثر من هكاك عندك سعد وادم رجاب بوخالات كركر اي كركر باش شكون تعتبر اليوم احسن وسط ميدان في العالم في العالم اي مودريتش احسن لاعب في العالم ميسي احسن مدرب تونسي جلال القادري مي راهو ترنيت عند برشا مدربين سي جلال رقم واحد بالنسبه لي انا فوزي بزارتي اسكندر القصري منير راشد احمد الابيض علاش جلال القادري سي جلال راهو اونترنير كبير برشا مي على الغالب في تونس ما عطيش الناس حقها فهمت و سي جلال سي جلال ترنيت عنده في 2009 بالنسبه لي انا خير من المدربين ترنيت تو نحكي لك في 2021 في وقت هيك تو معناها راهو انسان بروفيسيونيل على الاخر يفهم برشا كوره وسينا ستانوم دي برانسيبو بروفيسيونيل على الاخر ان شاء الله ربي يوفقه تو يدرب غادي في الدوري السعودي وعامل نجاحات كبيره في الخليج قبل وكمل معاهم سيزيام بلاس في الممتاز وبالنسبه لي انا احسن مدرب اللي عنده شكون احسن مدرب في العالم؟ غوارديولا باهي اقرب لاعب ليك سعد اقوى جمهور الكلوب احسن هدف سجلته برشا الحقيقة احسن اهم واحد اهم واحد هو نحكي في الجمالية انا اهم ما كنتش في فينال ولا في ديمي فينال مي نختار بونتو اسبيرونس فيرالز مع جرجيس لاسبيرونس في رادس كونتر لاسبيرونس وانا مع جرجيس كيف هي البونتو؟ براتيكمون من 30 فراب اللي من وسط التيران سنه لا اي فما ما حكيت لك برشا هما بونتو تمنيت لو كان انت ماركيتو بونتو ساعد مع لاسبيرونس نتاع الاهلي نتاع الاهلي حسدتوا عليه؟ لا ما حسدتش غلطت قداش اقل صغيره خذيتها؟ 200 دينار في وين هذه بن قبدين من الاول؟ لا لا في جرجيس في جرجيس في جرجيس اكبر سالير اكبر سالير تو قداش؟ لا علينا لا علينا باهي شكون القدوه نتاعك؟ تحكي في الكوره؟ اي معناها اكزومبل في التيران اخويا لاعبين في الوسط مودريتش مودريتش كانت هذه لوكويز لوكويز اخر بريك شاكر ليكيب تيب ليكيب تيب لعبت في بن قبدين في حملم في جرجيس الكلوب لاسبيرونس ايضا في الخليج عملية تشكيله متاع احسن ملاعبين لعبت معه وانت بالطبيعه باش تحط روحك في الوسط خليني المدرب ما تحبش تلعبه؟ لا ما نحبش ناوي تدريب بعد؟ اي بالطبيعه عملت الشهيد ولا ما زلت؟ الكوره ان شاء الله باهي شكون نحطه جارديان؟ معز بن شرفيه على اليمين يا ابن مباركي على اليسار اسامة الحدادي في اللاكس هذوما راهو باش نحطهم دي زيكسونتري باش نلعب ثلاثة في اللاكس باهي حمد علي يعقوبي بلال عيفة مهدي رصاصي قدام في الوسط حط بن عمر لعبت معاه في الناسيونال و كوليبالي اترونجي عادي ولا نفع جبالي خاطر هذا جراسا نافع ماركي 9 في جرجيس نصر حديمه هو قدام الديفونس مهنين دونك سايب باه دونك نافع عجبالي ف
خلصت بتبيع سعد بقير سير 10 مازال تو 5 و3 8 9 مازال دزوز ياسين الخنيسي و يوسف الميبي. كانت هذه ليكيب تيب. ليكيب تيب يعطيك الصحة، شكرا ليك شاكر، شرفنا بحضورك اليوم. الشرف لي يا خويا، ميرسي. دونك قبل ما نختموا نعطيكم نتائج مقابلات الكاس الى حد الان. وصلنا حاليا في مقابلة بالبيع الكارد فينال، 20 دقيقة لعب في مقابلة السي اس اس اولمبي البيجي، التعادل السلبي دون اهداف. 22 دقيقة لعب في مقابلة مستقبل سليمان لكلوب، التعادل 1-1. محمد علي بن حمودة سجل لسليمان، عدل ياسين الشماخي في دقيقة 18. لويسمو متقدم على جرجيس 1-0، هدف زياد العلوي في دقيقة 12. سيوتي متقدم على المتلوي 1-0، هدف ناجح حمادي في دقيقة 18 من المقابلة. هكا نكملوا في بلاي اليوم. الشكر لماني بن نصر في الإخراج، تقوى المديوني في الإخراج الرقمي. أجمل تحيات إسلام المدبر.